صباح الخير من أرض الأقصى الشريف، صباح الخير من أولى القبلتين، صباح الخير للأسرى وللأسيرات، صباح الخير لأهالي الجرحى ولأهالي الشهداء ولأهالي الأسرى، صباح الخير. أنا من الأقصى الشريف، أنا مبعد عن الأقصى ست شهور فك إبعادي من الأقصى من 4/8 لـ10 سنين، واتصلوا علي وقالوا لي بدنا نبعدك كمان 6 شهور، بس الحمد لله رب العالمين، اتحديت الحكومة، اتحديت الاحتلال وفت الأقصى، الحمد لله رب العالمين، لأن هذا من حقنا الأقصى، هذا بيتنا، هذا أولى القبلتين، هذا أقصانا، من حقنا نعبر ونصلي. هم بيقولوا عن الوباء، بسكروا الأقصى عشان يقولوا الوباء والكورونا، إحنا وباء وكورونا إذا بنفوت الأقصى، أما هم بيجوا من تل أبيب بفوتوا من باب المغاربة كل يوم بفوتوا على الأقصى، هم ما عندهم وباء وكورونا، هم الوباء وهم الكورونا، هم عشان يسكروا الأقصى ما يفوتون على الأقصى. هدول الاحتلال الظالم، هذا ظالم الاحتلال، ظالم، من حقنا إحنا نفوت الأقصى، من حقنا، وبيعتقلونا وبيبعدونا وبنكلوا فيي أنا واللي زيي، مش لحالي أنا وبناتي وأخواتي اللي زيي، هذا هي حياتنا، باب وباب الأقصى بنصلي، باب الرحمة بنصلي، طول النهار إحنا بنصلي الظهر والفجر والظهر والعصر والمغرب باب الرحمة والعشاء، وبنروح وهم بيصرحوا بمرحوا في الأقصى، هم اللي بيصرحوا بمرحوا في الأقصى، المستوطنين الملاعين والحكومة اللي حميتهم هي اللي بتفوتهم، الاحتلال الظالم. أنا عمود من عواميد الأقصى، هذا بيتي، أنا ربيت فيه هذا البيت، وأنا بنت صغيرة وأنا أجي على الأقصى، هذا حياتي، هذا قطعة مني الأقصى، لن أتنازل عن تراب الأقصى، لن أتنازل، شو ما يبعدوني، شو ما يعتقلوني أنا فوت الأقصى، شو ما يبعدوني أنا فوت الأقصى، من حق الأقصى، لأنه بيت الأقصى، والله بيتي، والله أنا بحس بالفرحة، مش عارف كيف بقول أحكي لك عن شعور وأنا فايت الأقصى، هو أنا ببكي، هو قلبي بالرف، مش عارف شو أحكي لك من الفرحة يوم أنا أفوت على الأقصى، لأنه أنا من حقي، أنا ربيت فيه هذا، أنا بعيد بيتي عنه 3 دقايق، المستوطن يفوت وأنا أطلع ورا الباب، ورا باب الأقصى برا بالشارع، والمستوطن قاعد هان بخيخم، هذا الاحتلال الظالم، الحكومة الظالمة اللي هيك بدها تسوي فينا، بس الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، رابطين ومرابطين ليوم الدين، رابطين ومرابطين ليوم الدين، لن الاحتلال يرعبنا ولا يخوفنا، سبحان الله، هو اللي خايف منا، هو اللي خايف مننا، احنا الله معنا، احنا الله معنا، هو حامل سلاح، بس احنا معنا ربنا، ربنا اللي مقوينا ومعطينا القوة ومعطينا الرباط ومعطينا العبادة ومعطينا الصلاة، رب العالمين. سبب الاعتقال بدهم يفوت الأقصى، بدهم بالأقصى إلهم للمستوطنين، هذا هو السبب، بدهمش إيانا، ما بدهم إيانا إحنا المسلمين نفوت الأقصى نصلي، هم بدهم يستولوا على كل إشي، يستولوا على البشر وعلى الحجر وعلى الشجر، كمان بدهم يستولوا علينا ما نفوتش الأقصى، هذه حكومة ظالمة، قلت لك أنا أكم مرة، هذه حكومة ظالمة، هاي فيش عندها أخلاق أصلاً، حكومة بلا أخلاق، هذه بلا أخلاق الحكومة. أنا بوجه الكلمة، شدوا الرحال إلى الأقصى، شدوا الرحال إلى الأقصى، شدوا الرحال، لا تخلوا الأقصى للقطعان المستوطنين ولقوة الاحتلال، لا تخلوا الأقصى للاحتلال ولا للمستوطنين، هذا أقصانا، هذه قبلتنا، هذا مصر الرسول، هذا أقصانا، 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 أقصانا.